بتاخد اكبر زغلول حمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى من قناه مشروعات صغيره وتربيه الحمام. موضوع فيديو النهارده، ليه الزغاليل مش بتكبر وليه الاهالي مش بتعطي اللبن للزغاليل بعد الفأس؟ يعني مثلا زغاليل زي دي، ليه الاهالي مش بتعطيها اللبن وليه الزغاليل مش بتكبر؟ ارجوك اعمل لايك للفيديو علشان الفيديو يوصل لمعظم المشاهدين. كان في حد سالني لما قلت زود فول للحمام وقال ان الفول هيكون صعب الهضم يعني على الزغاليل، لكن طبعا معلومه خاطئه. ناس كتير فاهمه الحمام الاهالي اللي معاه زغاليل بيعطيه اكل ناعم، وفي ناس يقول لك اكله عيش علشان يكون سهل الهضم على الزغاليل، لكن طبعا دي معلومه خاطئه، لان اللبه بيتكون في حوصله الحمام الاهالي طول فتره رقوده على البيض. يعني هو رائد على البيض 18 يوم، فبعد ال 18 يوم بيتكون اللبه، او ممكن قبل كده كمان، لكن ملوش علاقه خالص بالحبوب اللي انت بتاكلها. تاكله ناعم، تاكله خشن، هو اللبه بيجي الفتره الاولانيه بعد الفأس على طول، زي لبن السرسوب بالنسبه للامهات يا جماعه. يبقى الحمام هيعطي اللبه مهما اكلته، الا اذا كان في اي مرض. تعمل ايه علشان تتلاشى اي امراض بتسبب ان الحمام ما يعطيش اللبه؟ طيب، زي ما اتفقنا قبل كده انك هتاكل الحمام مره واحده بس. مهم جدا يا جماعه اقول لك الخطوات المهمه اللي انت بسببها الحمام هياكل كويس. انت بتاكل الحمام مره واحده زي ما قلنا، بتعطيه كميه اكل زياده بتكون حبوب منوعه، واللي يفيد زي كده بتشيله من قدام الحمام خالص، ما تبيتش اكل قدام الحمام. دي بنسميها عمليه القشط. وزي ما قلت لك قبل كده، اهم حاجه واهم عنصر في الكلفه دي هو الفول. ما تمنعش الفول لما يبقى معاه زغاليل، بالعكس الحمام اللي معاه زغاليل محتاج فول زياده. زي ما انت شايف في التحديق، شوف الحمام جاي ياكل الرمل ازاي، لسه مغير البياضه دي. شفت الحمام عايز الرمله، ادي رمله بس مش تحديق، هو جاي ياكل اكل بس عايز الرمله دي. شفت ازاي؟ مهمه جدا جدا موضوع الرمله دي يا جماعه، اللي هي بتكون اساسا موجوده في التحديق، عنصر اساسي في التحديق اللي هو الرمله. طيب، يبقى انت هتحط الكلفه المتنوعه من كل الحبوب اللي تقدر عليها. الحمام بياكل كل الحبوب يا جماعه وكل البقوليات عموما، هياخد اللي هو محتاجه. زي ما قلنا قبل كده في فيديو سابق، الحمام اللي معاه زغاليل غير الحمام اللي مفيش معاه زغاليل. الحمام اللي معاه زغاليل بيكون احتياجه للبروتينات اكتر، فبيطلب البقول اكتر، واهم حاجه فيها الفول. خلاص اتفقنا، هتاكله مره واحده وتقشط اكل اللي قدامه. بعد ساعه مثلا هتشيل الاكل ده لو انت عندك وقت، لو ما عندكش وقت هتحط قبضه ايد زي ما قلت لك قبل كده لكل فرد، والزغاليل نفس الحكايه برضو، ده لو ما عندكش وقت. وباقي اليوم مهم جدا جدا انك تجوع الحمام. ليه بقى بتجوع الحمام؟ عشان يهضم الاكل اللي هو اكله النهارده، تصبح تاني يوم تكون الحمام جعان، يبدا ياكل اكل جديد ويهضم الاكل الجديد. ما ياكلش اكل على اكل، لازم يهضم الاكل القديم الاول. وزي ما قلت لكم قبل كده، عملت لكم فيديو اللي هو جوع الحمام، تاخد زغلول كبير او تاخد زغلول قوي، واهتم بالفول مره ثانيه كمان بقولها، زود كميه الفول للحمام اللي معاه زغاليل، لان الحمام اللي معاه زغاليل عايز فول زياده، والحمام اللي ما معهوش زغاليل ممكن ما ياكلش الفول من اساسه. يعني خلاص كده متفقين على حكايه ان هو الحمام بياكل اللي هو محتاجه. ده مش موضوع الفيديو النهارده، ده موضوع فيديو النهارده ازاي هتطلع زغلول كبير، ازاي تخلي الاهالي تاكل الزغاليل اللي هي زغاليل اللبه. هنشوف اهو، بسم الله ما شاء الله قدامنا الاهالي بدات بعد ما كلت حتى الرمل، يعني هي كلت الكلفه بتاعتها الاول وكلت التحديق. طبعا انا مقرب شويه الطاجن هنا على الباب علشان التصوير، لكن هم برضو بيحاولوا ياكلوهم برضو. لكن حته ان انت حد يقول لك اكل الحمام ناعم علشان يعطي لبه، لا الكلام ده مش حقيقي. الحمام مهما ياكل هيعطي اللبه طالما ان هو رقد على بيض، وطول فتره الرقود اللي هي 18 يوم بيكون اللبه. ده مش موضوعنا الاساسي، موضوعنا الاساسي ليه الزغاليل مش بتكبر وليه الاهالي مش بتاكل الزغاليل اللي هي زغاليل اللبه اللي هي بعد الفأس. يعني المهم هنا انك تجهز الاهالي قبل الفأس. هتجهز الاهالي قبل الفأس البيض ازاي؟ هقول لك هتجهز الاهالي ازاي. المهم تكون الاهالي سليمه، ما يكونش عندها سلمونيلا، ما يكونش عندها ديدان. طبعا احنا بناتي ادويه الديدان يا جماعه كل 3 شهور، ما فيش حاجه اسمها كل شهر، اللي بياتوا كل شهر ده غلط، لكن هو الاهم هنا ان انت بتعطيها كل 3 شهور وتكررها بعد 14 يوم، وبعد كده كل 3 شهور برضو بعد 14 يوم، يعني ممكن كمان حتى يبقوا الثلاث شهور يبقوا 4 شهور، مش مشكله. انما حكايه كل شهر دي كده انت بتضر الحمام. دي معلومه كده على المشي، لكن الاهم بقى في الموضوع بتاعنا ان هنرجع لموضوعنا اللي هو الوقايه من القنطر.
الوقاية من الكنكر ان انت هتيجي للاهالي، الاهالي لو عندها كنكر يا جماعه هتنقله للزغاليل، والزغاليل لو عندها كنكر يبقى الزغاليل مش هتكبر ومش هتاخد اللبا ومش هتكبر من اساسه. فبنعمل ايه؟ بنجيب الاهالي زي كده، قطعت وقايه للاهالي من الكنكر بعد وضع البيض ب10 ايام، يعني قبل فأس البيض بحوالي اسبوع كده، تاتي فلاجيل مع خل التفاح. وهقول لك برضو الطريقه تعملها ازاي. هتاتي نص سنتي خل تفاح زائد سنتي فلاجيل وتدوبهم في 10 سنتي ميه وتاتيهم لكل فرد من الاهالي اللي هي دي بعد ما رقدهم على البيض 10 ايام. يبقى انت كده بتجهزهم، تعطيهم 3 ايام وبعدها يومين خميره، كده البيض هيبقى وصل ل 15 يوم. تمام، بعد كده خلاص ما انتش تعطيهم حاجه. بعد الفأس بقى الزغاليل بقت مثلا، الزغاليل طبعا الاهالي متحضره، الاهالي متحضره والاهالي واخده جرعه اللي هي ضد الكنكر اللي هي الفلاجيل وخل التفاح. طيب الزغاليل هنعمل معاها ايه؟ اليوم الثامن والتاسع والعاشر من عمر الزغاليل هنأتي نص سنتي لكل زغلول في الفم مباشره لمده 3 ايام، الثامن والتاسع والعاشر من عمر الزغاليل. هتيجي ال11 وال12 تأتيه نص قرص خميره من الخميره اللي هي البشري المتوفره دلوقتي حاليا في الصيدليات كده وبس. خلاص كده هتاخد زغلول، اكبر زغلول هتاخد، اكبر زغلول حمام. ما ننساش يا جماعه الخميره، الخميره ما تأتيهاش للحمام قبل الاكل، معلومه تاني بنأكد عليها، الخميره تأتيها بعد الاكل بساعه. تعطش الحمام، تشيل من قدام الميه قبل الاكل بفتره، تأكل، ما تسقيش على طول، استنى ساعه وبعدين اسقي، هتلاحظ فرق كبير في الزغاليل. الزغاليل لما تعمل كده هتلاقي وزن الزغاليل زاد معاك، لان لو اعطيت الخميره قبل الاكل بتخسس، لو اعطيتها بعد الاكل بتزود الوزن. عموما دي قاعده حطها كده في دماغك. زي ما قلت لك ادويه الدنان ما تقطعش الا كل 3 اشهر وتكررها بعد اسبوعين. انا بقول المعلومه دي ليه؟ موضوع الدنان ده لاني بشوف ناس حاطه جدول وقائي حاطه فيه ادويه الدنان كل شهر، مفيش حاجه اسمها ادويه الدنان كل شهر يا جماعه، انت كده بتدمر الحمام. ادويه الدنان شديده جدا على الحمام، هي كل 3 شهور بس، مفيش كل شهر ده. كان في معلومه صديق قال لنا عليها، احنا كنا بنعملها زمان، الزغلول الكبير هو اللي بيبقى بره كده، ده زغلول كبير وزغلول صغير. طيب كنت انا بعمل كده، كنت بخلي بجيب الزغلول الصغير اعمله بره كده. في صديق قال لنا من مشتركين القناه يعني يشكر على المعلومه، قال لنا من غير ما تنقل الزغاليل او حاجه، لان انا كنت بنقل الصغير مع الصغير والكبير مع الكبير، قال لي حاجه، لو مثلا الزغلولين همت تكبير وده صغير، الكبير اهو انا عايز الصغير ياكل، اخلي وش الكبير لجوه واسيب وش الصغير لناحيه الاهالي كده. كده الاهالي هتيجي تلاقي ده هو اللي يجري على الاكل ياكل اول، والكبير وشه لجوه هيبقى متاخر شويه. شوف كده نجرب كده. اكون خلصت موضوع فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.